عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ لماذا خصص الضب بالذكر هنا؟ قال بعض العلماء: لأن الضب يعد قاضيا للحيوانات، وهذا قول لا يعرف له دليل، ولا أدري على أي شيء استند عليه، حتى إن ابن حجر رحمه الله لم يعلق عليه، ذكره هكذا. القول الثاني أن ذكر الضب من باب رداءة جحره والتوائه وتعرجه، فجحره من أشد جحور الحيوانات وعارة والتواء، وإذا كان من كان قبلنا لو دخلوا جحر ضب لدخلته هذه الأمة، يدل على ماذا؟ يدل على شدة متابعة هذه الأمة لمن سبقها حتى في الأمور الضيقة العسرة، وهذا مأخوذ من التنصيص على جحر الضب.